بنشوف حاليا ارتفاع الاسعار في اللحوم والمواد الغذائيه والمخضر وكل شيء بالعراق بارتفاع. يعني رغم ما ارتفع الدولار بدا التاجر وغير التاجر ده يرفع اسعاره، وخاصه حاليا في رمضان ارتفع السعر مضاعف. كل شيء غالي بالسوق، اللحم غالي، قالوا اللحم حيرخصوا ما بعده موجود على حقيقته. يعني كله غالي، الله يساعد اللي ما عنده فقير من يجيب. يعني هذا رمضان كل شيء واحد يقدر يسوي. لا ما يقدرون، يعني هل يقدرون عليه يقدرون يسوون يعني مالتهم الفطور ولا الاكل ولا الهاي؟ سبب صعود الاسعار الارتفاع اولا الضرائب، ثانيا الاجارات، ثالثا التجار احيانا من بضاعه تشح عندهم يخزنوها ويضيفون عليها اسعار يا الله يبذلوها بالسوق من جديد فتصعد الاسعار. اما بالنسبه لابو المحل المفرد مستحيل. هذا المفروض تعالج الدوله في شيء. اولا المفروض تقيد التجار تبيع بسعر مناسب على مود تقدر العالم الصايمه ان تشتري وتتبضع باسعار مناسبه. حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. طوال أشهر السنة انشغل الناس بأمور متنوعة إلا في رمضان، فالهلال والصوم وأسعار الخضورات والمواد الغذائية واللحوم شغلهم الشاغل. أما أصحاب المحال التجارية وتجار الجملة فهم لا يقفون على المسطرة ذاته في توحيد الأسعار، وكل منهم يبيع بحسب ما يشتهي من أرباح غير مبالي بالقدرة الشرائية للفرد، وسط غياب واضح للرقابة على عمليات البيع والشراء في أغلب الأسواق العراقية. هي نسبة الارتفاع بمعدلات التضخم في العراق خلال الأشهر الأولى من العام 2024، ارتفاع ناجم عن أسباب كثيرة بينها وجود كتلة نقدية كبيرة وارتفاع مستمر في الأسعار. وإذا ما قارنا نسب الارتفاع في التضخم بين العام الماضي والحالي فإن مستوى الارتفاع سيصل إلى 4.5% كمعدل سنوي. الارتفاع في الأقسام التي تقيس التضخم الاثني عشر متقاربة، ثمانية أقسام منها ارتفعت بمعدل 0.2% إلى 0.8%، وثلاثة أقسام شهدت انخفاضا تتراوح نسبها بين 0.5% إلى 1%، أما قسم الصحة فلم يشهد أي ارتفاع في نسب التضخم. تأمين البنك المركزي للغطاء المالي بالسعر الرسمي لكل المستوردات الغذائية بالإضافة إلى الخطوات والقرارات الحكومية والقطاعية والمصرفية إجراءات حاولت منع تأثير ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية. فهل ستستمر محاولات السيطرة على استقرار معدلات ومؤشرات التضخم في العراق أم أن للظروف المتحكمة بالمؤشرات كلام آخر؟ من جديد أهلا بكم. محور ملفنا الأول عن ارتفاع الأسعار في الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك، ومع ضيف الأستاذ محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة. حياك الله ورمضان مبارك. أهلا وسهلا، رمضان مبارك عليك وعلى مشاهدي قناة الأيام. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك. أبدي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليش في رمضان المواطن لازم يعاني من هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبيعي جدا في كل المناسبات الدينية السوق تشهد طلب كبير للمواد الغذائية، والمواطن تعلم دائما قبل رمضان وقبل أيام محرم يروح للسوق يأخذ كميات كبيرة، فيزداد الطلب الكبير على المواد الغذائية. احنا في وزارة التجارة حقيقة كنا مستعدين منذ يعني منذ أكثر من شهرين لرمضان، وبدينا عدينا خطة هدفها أولاً المحافظة على ارتفاع الأسعار واستقرارها، بالشق الثاني تأمين وصول المواد إلى المواطنين وخاصة الضعفاء والفقراء وعوائل تحت خط الفقر. فبدينا أولاً أمننا السلة الغذائية لوجبة كاملة وضفنا لها أربع مواد هي الشعرية والمعكرونة والطحين الصفر. هاي السلة الغذائية لمنو؟ هاي لكل مواطن عراقي، 41 مليون
و500 ألف مواطن يستلمون 11 مادة غذائية، ومنذ أربعة أيام أطلقنا هذه المواد، والآن نسب إنجاز أو تجهيز كبيرة في كل المحافظات. ايضا مستعد 11 ماده غذائيه، 11 ماده غذائيه بالسله الغذائيه، ها بالسله الغذائيه للفرد العراقي، للفرد العراقي الواحد، العائله تاخذ تستلم 11 ماده اللي هي الطحين، سكر، الزيت، البقوليات، الرز، المعجون، الطماطه. زين هاي سته، سبع مواد. زين يضاف لها الطحين، طحين قنعيته والسكر. زين. والزيت، البقوليات طبعا اثنين، والمعجون، والمعجون الطماطه، يعني سبع مواد. زين اضفنا لها النشا والمعكرونه والشعريه، شو صار تسعه، عشره، واضيفت ماده الطحين الصفر، كل مواطن الا كيلو، يعني العائله تستلم 10 كيلو، هذا كانت 10 افراد. زين بالجهه الاخرى فتحنا منافذ تسويقيه في كل المحافظات، في بغداد اربع منافذ، بالمشتل وساحه المظفر ومقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وفي البياع والمراكز الموجودة بالحرية اللي هي تابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. الهدف انه بيع المواد باسعار مدعومة بسعر الكلفة، يعني عندما طبقة البيض موجودة ب 4.5 الى 5000، الدجاج ايضا 3000، هذا كيلو اللحم. ثاني سؤال لحضرتك، المواطن شو يستفيد من النشا او من الشعرية؟ ما هاي احنا متفقين عليها رخيصة بالأسواق. المواطن اليوم في رمضان وهذا الشهر الفضيل يحتاج أمور أكثر تفيده، أكثر تفيد العائلة العراقية، مثل بيض، أجبان، غير أمور، يعني حتى تمن الحصة مو أغلب العراقيين يأكلوا بصراحة. ستي العزيزة، احنا عندما نتحدث عن رز الحصة فاحنا مناشئنا أمريكية وتايلندية، أفضل ما موجود بالسوق المحلية. الضغط أو الكلام يقال أنه اشتروا البزمتي اللي هو الهندي، صحيح. من اجينا اشترينا بالوجبة الاولى بزمتي جبنا 50,000 طن، كل الكمية اللي استوردناها لا تسد حاجة نص الشعب العراقي، وبالتالي خلقت لنا مشكلة، بعض المواطنين يستلموا بزمتي والبعض الاخر استلم امريكي. فسوينا احنا، يعني حقا صار كلام كثير، احنا نحتاج 130,000 طن شهريا رز، ونحتاج 460,000 طن حنطة، الكميات نتحدث عنها كميات كبيرة. أني قلت لك احنا نط 41,500، ايضا نط 7 ملايين مواطن رعايه اجتماعيه، نطيهم قبل، يعني قبل السله الرمضانيه نطيهم سبع مواد، ونضيف الشاي والحليب، ونضيف لهم زيت الطعام والسكر، يعني نضيف لهم اربع مواد مضافه اذا كان يستلم هاي للرعايه الاجتماعيه 7 ملايين مواطن، فيصل العدد 49 مليون مواطن احنا نطي بالشهر، اعداد كبيره جدا. 57,000 وكيل موزعين في بغداد المحافظات، وآلية التسويق، طبعا آلية التسويق مو سهلة، عملية نقل المواد للمخازن مو سهلة. مع ذلك احنا طبعا بالجانب الآخر احنا نراقب السوق، اليوم مهمتنا في وزارة التجارة نراقب السوق، هيا راح نتحدث عنها. هسه حضرتك قلت حاجة العراق الفعلية للرز ما تسد حاجة المواطن العراقي، طيب عنده غير مواد مثل الزيت ومثل الحليب، لماذا لا توزع بالحصة التموينية كنوع من مساعدة الحكومة فقط في الشهر الفضيل؟ ومنو الزيت اللي نوزع والحليب نوزع العوار الرعايه الاجتماعيه؟ لا مو الرعايه الاجتماعيه. اسمحي لي ستي الكريمه، احنا البطاقه التموينيه يعني كاولويه لازم تكون للفقراء، يعني اولويه البطاقه التموينيه، لذلك كان الثقل انه ننطي للرعايه الاجتماعيه اكثر من 14 ماده برمضان. نعم. ومستمر عمليات تجهيز المواد الغذائيه للرعايه الاجتماعيه طوال السنه، يستلم 12 شهر، يعني هسه الرعايه الاجتماعيه يستلمون هذا الشهر الثالث باستمرار. بقية المواطنين اللي بعضهم دخل جيد بعضهم متوسط، من تعطيه 11 مادة في رمضان وسبع مادة في، أعتقد جيد، يعني أعتقد جيد، بس مع ذلك الحاجة ملحة إلى تأمين الوضع الغذائي. وإحنا يمكن جنابش تعرفين والإخوان بالإعلام يعرفون، العراق طلع من المواد الشديدة الخطر عليها الأمن الغذائي، يعني العراق كان من الدول التواجه الخطوره بالتامين الان الحمد لله. هو طبعا نتيجه اولا متابعه دوله رئيس الوزراء وقرار الحكومه بتامين السله الغذائيه، فضلا عن التوجهات اللي بدتها وزاره التجاره من خلال السله الغذائيه، من خلال المواد المدعومه، ومن خلال الملف التسويقي. حقيقه احنا ذاهبين الى استغلال الاسواق المركزيه
في بغداد خطوة الأربع أسواق راح أستخدمها لتكون هايبر ماركت تحتوي على جميع المواد يحتاج المواطن. هي عودة للأسواق، هي عودة للجمعيات اللي على مستوى الدول الجوار. هاي شو كده تباشرون بيها فعليا؟ الآن أربعة تشهد ترميم كل الأسواق أربعة في بغداد، اثنين بالكرخ واثنين بالرصافة، حملة ترميم يعني سريعة الآن عليها لغرض أنه ما تبقى بشكلها يعني تعرفين انت الأسواق بقت سنوات طويلة مهملة. لا الآن بدينا خطة تأهيل وإعمار كبيرة، أتوقع في رمضان راح ينفتح أحد الأسواق في البياع، وبعدها راح ينفتح الصالحية وينفتح الشعب. طيب أكو بعض اعتراضات من المواطنين على مواد الحصة التموينية مثل الحمص اللي يوزع، يقول لك ما جاي يستوي، نوعيته رديئة وما يفيدنا شيء برمضة. ليش يحسب على المواطن العراقي كأنه فت هدية أو مساعدة من الحكومة العراقية والمواطن ما جاي يستفيد منه؟ ست أنت تستمين الحصة؟ اتحفظ على الإجابة. لا جديا لا مو حتى شاهد التالي. بصراحة إيه أنا أستلم، وغايد نوعية بصراحة ما تستوي عندي، وحتى طعمها أمانة أنا أحد الأخوات يعني بالأمانة دحكي أمانة أنا أحد الأخوات بالفرات قبل ثلاثة أيام فنفس السؤال سألتني، سألتك قالت أستلمها، وقالت أمانة التمر إذا ما أستلم فأسوي كبب وأسوي كذا وأسوي يعني قصدي هو ممكن الاستفادة طبعا من عنده بس أنا سؤالي يعني أكو بعض المواد والله مو صحيحة للمواطن. مثلا قلت لك الحمص بذلك العدس مثلا ما يستوي، التمن منه جيد يعني صراحة أحكي لك هاليوم المواطن من يجي يأكل ما يلق به مواطن عراقي. حس إحنا خلي اتفق خلي هاي الحصة فقط في الشهر الفضيل يقدم شيء يليق بالمواطن العراقي. زين أنا أدعوك مع الإخوان في قناة الأيام أي مخزن قريب عليكم روح له بشكل مفاجئ أنتوا اختاروا. أقول لكم هاي المخازن تعالوا زورها، إذا اتضح المواد غير صالحة رديئة مو نفس المواطن اللي يشتريها بالسوق المحلية قولي أنت مو صادق معانا. هاي دعوة من حضرتك. أنا أدعوكم للأخوة في القناة فريق متابعة هذا الموضوع فريق من قناة الأيام نعم يزور مخازننا بالكرخ أو بالرصافة ويطلع على المواد وأخذ لآليات الفحص المختبري شلون نفحص المادة. أمانة والله أنا مو دفاعا عن التجارة بقدر ما أنا مواطن عراقي أكو جهد كبير ونوبات جهدنا يضيع مواطن معجب الحمص فيضيع كل هذا الجهد كله. أنت تطين 50 مليون ترى عدد مو قليل. لعد هاي هذا راح يأسس لي سؤال آخر، احتمال وكيل الحصة التموينية يتلاعب؟ إحنا هذا نقول لأن هسه مرات يجي العفو يعني طحين معفن التمن معفن في بعض هذا إذا متابع للوزارة هذا الخطأ ممكن يكون تابع للوكيل. شو نقول إحنا؟ أنت هسه مواطن نصدر بيان وكل قنوات الإعلام أنا طالع فيها أقول يا مواطن إذا جتك مواد السلة ما تجد فيها الكفاءة لا تستلمها، مو غير صالحة الغير صالحة حديث آخر، بس إذا كانت مواد السلة بها ملاحظات هذا تليفون الخط الساخن مال الرقابة، هذا الخط الساخن مال الوزير، هذا الخط الساخن مال المدير عام الغذائية والرقابة. بالتالي إحنا محملين المواطن جزء كبير من المسؤولية التضامنية بأن لا يستلم. تيجيكم بلاغات حول بعض عدد الوكلاء. كبير من البلاغات يعني أنا كنت أعمل مدير عام الرقابة صدقيني 95% من البلاغات مو دقيقة على مسوع كلامي. وشون يجري محاسبة الوكيل إذا تلاعب أو إذا انطبض عليه؟ أولا تنسحب وكالته، ثانيا يحال للقضاء كمخالفة يعني تتعلق بالأمن الغذائي. إحنا الطحين أمانة وأنا أتمنى من خلال قناة الأيام وبرنامجك وإحنا اليوم إن شاء الله مقبلين على أول يوم رمضان إن شاء الله. أولا الطحين الآن من أجود أنواع الطحين عراقي عليه خلطة استرالية. أي وكيل يقول لك لا تستلم يا أخونا العزيز ترى الذي يبيعه، يقول لك الرز لا تستلم ترى الذي يبيعه، إذا هو حريص عليه خلي يرجع المخازن وزارة التجارة. هاي دعوة من حضرتك للمواطن العراقي بصورة مباشرة. أي مواطن يجد بالرز غير صالح حس إحنا لا نقول الوكلاء كلهم معصومين وأنبياء ولا نقول مخازن، نقول أنت عندك ملاحظة، عندك الرقم الخاص مال الرقابة التجارية، عندك التواصل مال السيد الوزير، السادة الوكلاء، المدراء العامين، نعم. وبإمكانك تتصح. إحنا يحتاج لنا أمانة وعي. إحنا اليوم نتحدث يطلع أحد المواطنين كيس تمن ويبكي عليه ويطلع كيس طحين، نقول أنت هذا اللي استلمته شفته مو مناسب، رجع لأقرب وكيل عندك ليابة أنا عندي توجيه من التجارة الطحين إذا مناسب أرجع هاكي ما أريد. تدري ليش ما عندنا وعي أستاذ؟ لأن عندنا حالات فقر شديدة في هذه الحكومة، بدأت الأمور الاقتصادية
تتحسن، لكن هسه لو تحدثت وياك المواطنين العراقيين بصراحه ما جاي يشوفون اللحم، طبقه البيض ب8 وب8 ونص، ارتفاع في بعض المواد، يعني هسه لو تروح مثلا للعطافيه او الكراده، المواد الغذائيه مثلا تختلف عن الحريه او عن الشعله، الرقابه وين؟ ليش هذه المناطق تكون الاسعار بها جدا غاليه؟ حتى اسعار المخضر استاذ يعني جدا غاليه ب1000 و1000 ونص في بعض المناطق، تحدث عن الطماطم، في غير مناطق لا تلقاها ب500 وبربع. الرقابه وين؟ وزاره التجاره وين حول هذا الموضوع؟ تدرين احنا ست يتعاركون اثنين باب الشرج يقولون وين التجاره؟ يا هي مشكله. انت تدرين التجاره تحمل وزر من 2003 ولحد الان على قضايا ما تعلق بها. احنا مهمتنا بس البطاقه التموينيه ترى مكلفين بها. مو شغل وزاره التجاره. لا احنا لا شنو شغلكم؟ انا راح اقول لك. يعني هذا المستغرب يمكن. أي. احنا الشركه العامه للمعارض والخدمات التجاريه. زي. احنا الشركه العامه لتجاره المواد الانشائيه، احنا الشركه العامه لتصنيع الحبوب، احنا الشركه العامه لتجاره الحبوب، احنا الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه، احنا الشركات مسجل الشركات. زين. احنا يعني اقصد جهد كبير للوزاره، 14 مؤسسه بين دائره وبين شركه عمل وزاره التجاره. عمل البطاقه التموينيه تكلفنا به ابان الحصار الاقتصاد على العراق. زين. تكلفت وزاره التجاره واستمرت بهذا. زين هسه ضبط ايقاع الاسعار في السوق العراقيه، من هي الجهه المسؤوله عنه؟ الان ثلاث جهات مسؤوله على ضبط ايقاع الاسواق، اللي هي تكلفت الرقابه التجاريه في وزاره التجاره بهذه المهام، وجهاز الامن الوطني، واداره الجريمه المنظمه. وحقيقه هناك جهد كبير، يعني قد المواطن ما يتلمسه بالشكل، بس يوميا الفرق الرقابيه تدقق في الافران، في المخابز، في الاسواق، في محلات البيع، في السوبر ماركتات، حتى على صلاحيه المواد وعدم صلاحيتها، حتى على المواد الممنوعه من الاستيراد. ليش المواطن ما جاي يلمس الشيء اللي تتفضل به؟ يعني اليوم المواطن الفقير من يروح ياخذ له كيلو طماطم ب1000 وربع او 1000 وياخذ له طبقه بيض ب8، زين هذا شلون يعيش اليوم المواطن؟ هسه متوسط الدخل او الفقير؟ يعني كلش الاسعار مبالغ بها، خاصه احنا مقبلين يعني على الشهر الفضيل. لذلك صار توجهنا انه نعطي 14 ماده للعوائل، تحدثت عنها 7 ملايين. أي. اللي هم العوائل الرعايه الاجتماعيه، العوائل تحت خط الفقر، هو يستلم راتب، وبالجهه الاخرى يستلم مواد غذائيه، 14 ماده غذائيه، يستلم 11 ماده قبل رمضان، وبرمضان يستلم مادتين اضيفت الى 4 اضيفت برمضان. بالتالي هو هذا الجهد الحكومي ينصب على انه هذه العوائل ما تتعرض الى 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 ازمات. حتى تتحدث حضرتك عن المواد الاساسيه، انا اتحدث الان عن اللحوم، عن البيض، عن نعم. بعض المواد مثل الاجبان اللي يحتاجها المواطن العراقي، وانت تعرف ما شاء الله سفرتنا في رمضان عامره، المواطن العراقي ما يقتنع بنا او باثنين. لكن الاسعار مبالغ بها، شلون الرقابه التجاريه في وزاره التجاره تقدر تحد من الارتفاع المفرط بالاسعار؟ شوف احنا بالوقت اللي عملنا على مراكز تسويقيه او منافذ. أي. سميناها واحد بالنشتل لان نعرف المنطقه الجغرافيه وتحتاج، واحد بساحه المظفر، واثنين بالكرخ. ذني الطبقه اللي تتحدثين عليها 4.5 كيلو اللحم ب10,000 بالنسبة للعجول و12,000 بالنسبة للأغنام. القصد أنه وفرنا بهاي المناطق أسواق ومنافذ. المواطن تحدثين عنه وين هاي المناطق؟ لأنه كيلو اللحم في بعض المناطق يوصل 24,000 يوصل 23,000 بس منافذ، طبقة البيض ب8 بس منافذنا. وهم أدعو الأخوان بالقناة يروحون باشر للمنافذ التسويقية اللي هي بساحة المظفر، اللي بالمشتل، واللي بمقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والكرخ. اكو منافذ تحتوي على جميع المواد الغذائية وبأسعار. اذا رح نرجع لفد مشكلة، هسا المواطن ما يقدر يروح للمنفذ مباشرة، غير الأسواق يما تكون خاضعة على الرقابة التجارية. شوفي ستي الكريمة، اكو شيء كلش مهم، احنا بعد 2003 صار يعني انتهى النظام الشمولي بالاقتصاد، وأصبح اقتصاد السوق أو اقتصاد المفتوح. المواطن عرض وطلب، انت جنابك اكو 20 محل، من يعجب تشتري معده تشتري معده. لا الدوله عاد تقدر تفرض الاسعار، بالمناسبه ما عندنا قدره نفرض الاسعار، ترى ما عندنا قدره لا بالدستور ولا بالقانون نقول هاي الطماطم لازم تصير ب 2000، ولا عندنا نقول كيلو شكر. اقول لك التجار يعرضون المواد وانت المواطن كيف تشتري؟ تشتري ب 1000 تشتري ب 5000. مو في بعض المناطق يذبحون المواطن يا استاذ. هنا صارت دخلت الدوله. أي. يعني من صار هذا الموضوع وبدينا
هذا طبعا القطاع الخاص ما قابل ندخل على السوق المحلي احنا زي. لا قابل ندخل بالسوق الموازي تحدثت عنه ولا قابل بطريقه طبعا ما يقبل لانه مستفيد. وهذا يأسس لي سؤال، ايش قد فرق اللي مثلا الدجاج عندما تبيعوه بالمنافذ عن فرقه بالسوق؟ ايش قد فرق السعر؟ يعني يكاد يكون نصف. أوه. انا اتمنى يعني اتمنى اليوم التاجر بس على الدجاج يربح الضعف. لا سداد تلقاك ما اربح. شلون يعني؟ انا دائما احضر مقابلات تلفزيونيه ويا رجال اعمال يقولون احنا ضرائب، صحه، تجي البلديه، اموال، كهرباء، مولدات، عمال، ضريبه، يعني يتحدث لك عن خدمات. بالمناسبه احنا الان وبناء على توجيه من الحكومه شكلنا لجنه في وزاره التجاره، اشرف ان اكون رئيسها، معنيه بتحديد السعر. انت تحدثت على اسعار. احنا الان لجنه تقريبا تكاد تكون انجزت 70-80% من مهامها، نحدد اسعار المواد الغذائيه ل 24 ماده. المواد الاساسيه. الاساسيه. المواد الغذائيه ووصلنا حتى الخضروات والفاكهه. اعتمدنا على شنو؟ اعتمدنا على السعر المنشا، على النقل، على الخدمات اللي يقدمها التاجر. فلذلك اللجنه تقريبا انجزت 80% من مهامها. بس ان شاء الله هذا الاسبوع مقبلين على قرار مهم ان نحدد سعر 24 ماده اللي تشكل اولويه بحاجه المواطن، خضار وحتى فاكهه الدخن ومواد غذائيه. خلي شويه نوقف ويا التاجر، يعني هسه التاجر او ابو المخضر يقول لك انا عندي ايجار يكسر الظهر في بعض المناطق. ما حكيت لك انا سميناها خدمات. انت من تيجي تسعر لايجار مثلا منطقه المنصور لو العطيفيه او مثلا مو مثل ايجار المناطق البسيطه الاخرى. زين بهذه الحالة التاجر ايش قد راح يخسر؟ مو انا قلت لك هاي اللجنة استضافنا تجار. اي. جبنا من جميلة ومن مناطق في بغداد وسمعنا مشاكلهم، احنا كنا محددين نقل ومحددين المنشا يعني البورصة، مثلا ايش قد سعر البورصة بالبرازيل؟ محددينها نقل بحار، نقل داخلي. من استضافنا رجال الأعمال والتجار قالوا أستاذ احنا الخدمات فد 50% من السعر اللي هي ضريبة، اللي هي صحة، اللي هي بلدية، اللي كهرباء. المشكلة تراكمية، حلها بالقوانين، حلها بالمراقبة، السيطرة على المنافذ الحدودية، حلها وين يكمل؟ والله حقيقة حتى المواطن يرضى والتاجر بنفس الوقت همتين يكون راضي. يعني حقيقة الآن الإجراءات اللي صارت بهاي الحكومة يعني كفيلة بحسم كثير من الملفات. اليوم عندنا قوانين يعالج وضعها، قوانين تتعلق بالإصلاح الاقتصادي. هناك لجان وزارية وحكومية كبيرة المستوى تناقش هاي القوانين، وبالجانب الآخر اليوم الوزارات الخدمية دخلت على خطوط ما كانت فاتحة. أولا منها احنا في التجارة انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، وشلون نوائم قوانيننا مع العالم. احنا اليوم وزارة التجارة كانت اللجنة العليا للاستيراد، ما نعرف العراق شو يستورد شو يجيب، ما تعرف. الآن هاي اللجنة حددت وفق معايير شنو يحتاج العراق، شنو يستورد شنو يصدر. طيب. فاليوم هذه اللجنة ماضية بقرارات مهمة وحاسمة، أعتقد ستعالج كثير من المشاكل اللي يواجهها السوق العراقية. المواطن يسأل في شهر رمضان راح نشوف انخفاض بأسعار الدجاج والبيض واللحم وبعض المواد مثل الأجبان لو راح تبقى نفس سعرها، ويسأل أيضا عندما توزعون الحصة التموينية راح يساهم في تقليل الأسعار في السوق العراقية؟ احنا الآن مراقبين ومجهزين. في الوقت اللي نجهز احنا نراقب السوق، وتقارير يوميه ترفع للجهات ذات العلاقه وصولا للسيد رئيس الوزراء شنو سعر الطحين اليوم كل محافظات العراق، شنو سعر التمن في كل محافظه، شنو سعر الزيت. بالتالي وجود وزاره التجاره. لا بس انا ما حكيت على هذه المواد الاساسيه، انا حكيت على المواد الاخرى اللي يحتاجها المواطن العراقي، بيض، لحم، دجاج، اجبان. هذه راح تكون عليها مراقبة، راح نشوف سعر البيض راح يكون أقل لو راح تبقى محافظة على هذه الأسعار المبالغ بها. بعضها تتعلق بالمنتج الوطني ودعم المنتج الوطني. زين. نوبات احنا نقول الطماطة وقف استيرادها، ليش؟ لأن عندنا كميات طماطة بالبصرة وكربلة وهالمحافظات تسد الحاجة. زين. ترتفع الأسعار. نقول أي مادة بطاطا، أي مادة غذائية، أي مادة بالمنتج الوطني، ألبان. زين. نوبات اكو قوانين او قرارات او تعليمات تقول نوقف المستورد حتى ندعم المنتج الوطني. وانت شفتي
ترتفع الأسعار. ترتفع الأسعار. بالتالي الحكومة مجرد أن تشوف السعر بدأ يرتفع تفتح الاستيرادات، وإحنا بالتجارة نصدر جهاز الاستيراد لكل الجهات القطاعية. إحنا معنيين إذا وزارة الزراعة شلون العجول واللحوم الاستيراد، إحنا نطلع جهاز الاستيراد خلال دقائق. يعني مجرد وزارة الزراعة تريد إجازة استيراد تدخل كذا عجل، إحنا ما هذه قوانين ربما تكون مستقبلية. أنا تحكي على الشهر الفضيل، وهذا يعني بالشهر الفضيل ممكن نشوف الحكومة مثلا تمنع استيراد تقول لك خلاص صدر المنتج الوطني، وهذا يساهم بارتفاع الأسعار. إحنا حقيقة اللحوم والدواجن صار قرارات الآن بدأت تدخل كميات كبيرة، يدخل اللحم المستورد الآن بدأ يدخل كل المحافظات والموانئ الجنوبية، وأنا أعتقد الأيام قليلة يعني اليوم باشر يعني تنخفض الأسعار لأنه كميات اللحم يعني يمكن ما كبيت علاقة ما يأكل لحم برمضان، أكو بيت علاقة ما يأكل لحم ولا دجاج. المائدة بالفترة الماضية لا، بالفترة الماضية كانت الأسعار مبالغة فيها، لكن صح. إن شاء الله على الأيام المقبلة نتأمل خير والمواطن إن شاء الله خير. إن شاء الله إحنا أمانة يعني الحكومة جادة في أن يعني تمنع كل العقبات اللي ترقها المواطن، ووزارة التجارة معنية بتطبيق كل الإجراءات والتعليمات. حتى أستثمر وياك الوقت بسؤال أخير، إيش قد تم توزيع الحصة التموينية في هذه الأيام، وإيش قد النسبة الباقية لتوزيعها؟ لأن أنت تعرف عندما وزارة التجارة توزع الحصة الأسعار تبدأ تدريجياً بالانخفاض. إيش قد وزعته للمواطن كنسب؟ إحنا منذ 4 أيام أطلقنا السلة الغذائية الرمضانية، ونسبة الإنجاز تصل 25-30%. أي. ومستمرين بالتجهيز ليل نهار لكل وكلاء المواد الغذائية، وأنا أدعو المواطنين إلى مراجعة الوكلاء لاستلام حصصهم، ونستعد الآن لتجهيز الوجبة الثالثة للمواد الرمضانية لعوائل الرعاية الاجتماعية. فكل ملاكات وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الآن تعمل على مدى 24 ساعة لتجهيز مواد السلة الرمضانية 11 مادة، وأيضا مستعدة لتجهيز 14 مادة لعوائل الرعاية الاجتماعية. شكرا جزيلا أستاذ محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة، حياك الله. الله يوفقك لكل خير إن شاء الله، ورمضان مبارك عليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الآن نفتح ملفنا الثاني بفقرة التغريدات للإطلاع على أبرز الآراء المطروحة على منصة إكس. ولأن صوت المواطن حاضر في كل حلقاتنا، نذهب وإياكم للاستماع لآراء الأوساط الشعبية حول واقع البطالة في العراق. بالفترة الأخيرة شوفين الشباب والبنات كلها تنادي بالتعيين، زين الدولة عندها إمكانية محدودة للتعيين، وتعرفين ما شاء الله التعيين صار بغير جوانب، ما يعتمدون على الشهادة، يعني ما نريد نتطرق لها. فإحنا يا ريت أكو قطاع خاص يحرك هاي الشباب ويشغلهم. أكثر اللي يبحثون عن وظائف العمل هم الخريجين بحكم امتلاكهم شهادات تخصصية وعدم توفير فرص عمل ملائمة لشهاداتهم وتخصصاتهم. بالنسبة للقطاع الخاص طبعا هسه يعني أشغال للشباب قليل، اليوم يقول لك أنا أجيب
عمال بنغالي او باكستاني هم اجوره قليله. قانون الضمان الاجتماعي لو طبق هو طبعا موجود في كل الدول او كل يعني حتى خاصه يعني حتى بالدول الفقيره راح تقضى على البطاله حتى تقدر تقضى عليها 100%. محور ملفنا الثاني راح نتحدث به ايضا مع الاستاذ عبد الزهر الهنداوي المتحدثه باسم وزارة التخطيط عن واقع البطالة في العراق وأبرز الإحصاءات والمعالجات الحكومية. حياك الله أستاذ. حياكم الله. رمضان مبارك إن شاء الله عليك. إن شاء الله على الجميع. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا. أستاذ عبد الزهرة نحكيها بصراحة، تعيينات بعد الحكومة ما تعين شباب. عندنا واقع بطالة مخيف. شلون راح نقدر نستوعب هذه البطالة المخيفة والإحصاءات المخيفة بالعراق؟ بداية مساك الله بالخير، فرح تحية لك ولكل المشاهدين ورمضان كريم ويعيده الله إن شاء الله على العراقيين علينا وعليكم بألف خير وبركة إن شاء الله. بالتأكيد تبقى قضية البطالة هي ملف مهم، ملف ضاغط، لأنه دائما هناك بطالة، دائما هناك حاجة إلى فرص عمل، ولكن في المقابل أقول أن هناك جهود كبيرة تبذل الآن من قبل الحكومة على مختلف المستويات، سواء كان ضمن السياسات المتخذة راهنا أو من خلال الخطط التنموية اللي نعكف الآن على أعدادها للمراحل المقبلة. هذه الجهود حقيقة تستهدف توفير فرص عمل بقدر ما تستطيع الحكومة توفير هذه الفرص. وأتفق معك بالتأكيد أنه قضية التوظيف مؤسسات الدولة لم تكن سهلة، بمعنى أنه لم يكن الحال الآن أفضل مما كان، على اعتبار أنه هناك أعداد كبيرة من الموظفين الآن دخلت إلى مؤسسات الدولة، وهذا صار تضخم كبير في الجسد الحكومي ألقى بظلال ربما سلبية على المشهد، على اعتبار أنه صار يستحوذ على نسبة كبيرة من الموارد العامة للدولة تذهب كلها لتوفير متطلبات الرواتب والمخصصات المالية بشكل عام، وبالتالي هذا أيضا أثر على الجانب الآخر، الجانب التنموي، على اعتبار أنه كل الموارد المالية صارت تذهب للجانب التشغيلي على حساب الجانب الاستثماري. حقيقة الأعداد احنا نتحدث، هو القضية لا ترتبط فقط بعدد الموظفين، إنما لدينا الرعاية الاجتماعية ولدينا المتقاعدين، وهؤلاء كلهم يتقاضون رواتبا من الدولة. عدد موظفين هذا الملف طبعا تعنى به وزارة المالية، ولكن قدر تعلق الأمر بوزارة التخطيط. نحن عملنا على إنشاء منصة الرقم الوظيفي، هذه المنصة التي يعني تتضمن بيانات تفصيلية عن كل موظف من موظفي الدولة العراقية. سجلنا لغاية الآن في هذه المنصة أو منحنا قيودا ل 3.5 ملايين، يعني 3,500,000 موظف من مختلف مؤسسات الدولة. ما زال بعض المؤسسات لم تدخل بياناتها بعد، أيضا إقليم كردستان ما زال لم يدخل في هذه المنصة، وبالتالي احنا نتحدث عن تقريبا اكثر من 4 ملايين موظف هم مجموع موظفي الدولة العراقية. 3 ملايين ونص رقم جدا كبير. لا هو اكبر من هذا الرقم اذا اضفنا المؤسسات غير الداخلة وبالاضافة للاقليم، فبنحن نتجاوز 4 ملايين. نعم. بالتأكيد يضاف لهم طبعا المتقاعدين كما ذكرت، وكذلك اكو امل للشباب بالتعيين؟ لا حقيقة شوفي فرح، التوجهات الان على مستوى العالم، يعني يمكن احنا الدولة الأكثر توظيفا في مؤسسات الدولة، على اعتبار انه هي دولة ريعية ونعتمد على النفط في تمويل موارد الدولة، ولكن بالمجمل التوجه حقيقة باتجاه آخر، ليس توظيفا في مؤسسات الدولة بقدر ما هو تفعيل وتقنين وتنشيط للقطاع الخاص حتى يكون جاذب للأيدي العاملة ومو طارد كما هو الآن يحدث. مو أنت عندك البيئة، بيئتك بيئة طاردة. لا لا، بيئة مو جاذبة. هو هذا اللي نعمل عليه الآن، احنا شلون نحول هذه البيئة من طاردة إلى جاذبة، شلون نوفر متطلبات هذا الجذب، سواء كان فيما يتعلق بالاستثمار أو فيما يتعلق بدور القطاع الخاص نفسه. أول الخطوات حقيقة اللي اتخذت الآن وتعد خطوة مهمة في هذا الجانب هي يعني صدور قانون العمل والضمان الاجتماعي. هذا القانون اللي بموجبه يحصل العاملون في القطاع الخاص على ذات الامتيازات التي يحصل عليها نظرائهم في القطاع الحكومي. العامل الأبرز اللي يأثر على حركة التوظيف في القطاع الخاص هو يعني الراتب التقاعدي كما يوصف. صحيح. أو كما يسمى، أي شاب بالقطاع الخاص يقول لك أنا أريد وظيفة حكومية حتى أضمن راتب تقاعدي الباكر.
إذا حققنا هذا بالقطاع الخاص وسيتحقق بموجب القانون الجديد، أكيد بالنتيجة هذا العامل سيتلاشى سيذوب، يعني لم تعد هناك فوارق بين العامل في القطاع الحكومي والعامل في القطاع الخاص. ولكن هذا مشروط أيضا أنه العامل في القطاع الخاص عليه أن يبادر إلى يعني أن يسجل في وزارة العمل حتى تكون هناك استقطاعات. حتى نوضح هذا الفكرة، اليوم سائق التاكسي ممكن يروح يقدم على قانون؟ نعم، سائق التاكسي، صاحب الشمبر، اللي يشتغل في مطعم، اللي سواء كان يشتغل لنفسه لعمل خاص أو يشتغل عند الغير، كل هؤلاء طبعا مشمولون بهذا القانون، ولكن بشرط أولا صاحب العمل ملزم بتسجيل كل العاملين لديه لدى وزارة العمل، بالنتيجة هو يتحمل جزء من يعني من التوقيفات التقاعدية، والدولة تتحمل جزء، والجزء الأيسر يعني النزر اليسير يتحمله الشخص نفسه الموظف في القطاع الخاص. وهذه هي حقيقة خطوة مهمة جدا، وهي معمول بها في دول العالم، كل الدول يعني تقدمت، ما تقدمت بالتوظيف الحكومي بصراحة، تقدمت بوجود قطاع خاص قوي جريء وممكن. القطاع الخاص بالعراق مشلول أستاذ عبد السلام، هو كان يعني اليوم احنا عندنا بطالة نسب مخيفة، الشاب اللي عنده أو الفتاة اللي عندها بكالوريوس اليوم حلم عندها تشتغل، قمنا نشتغل من دكتوراه فما فوق أو ماجستير فما فوق، هذول اليوم شلون نقدر نستوعبهم؟ المشلول يعالج، يعني هو هذا يعني الشلل يعني قابل للعلاج، ممكن نعالجه ويبرأ من الشلل ويوقف على رجليه وممكن يمشي بقوة. قضية يعني تبقى قضية التوظيف مو سهلة بمؤسسات الدولة. لا هسه راح نخطى موضوع التوظيف، ربما أكد هذه النقطة رئيس الوزراء قال ماكو تعيينات. نعم، فهذا الملف انحسم. خلينا نتحدث عن القطاع الخاص، شلون نقدر نوظفه لاستيعاب البطالة المرعبة وأرقامها المخيفة في العراق الآن؟ يعني بصراحة هناك مجموعة من القوانين، من القرارات، من الإجراءات، من السياسات التي تتخذها الحكومة باتجاه دعم القطاع الخاص وتنشيط القطاع الخاص وتقنين القطاع الخاص حتى يكون يعني إيجابي جاذب للأيدي العاملة. واحدة من الخطوات اللي نعمل عليها الآن وفعلا انطلقنا بها بقوة بهذا الاتجاه، وسابقا احنا اطلقنا استراتيجية تطوير القطاع الخاص بثلاث مراحل: التهيئ، تمكين الريادة والقيادة. احنا الآن واحدة من هذه الثمرات هذه الاستراتيجية هو تأسيس مجلس خاص لتطوير القطاع الخاص. هذا المجلس سيكون برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا، وهذا راح ينطي قوة للقطاع الخاص، قوة يعني هائلة جدا، على اعتبار انه سيكون ارتباط هذا المجلس مباشرة بأعلى الهرم اللي هو رئيس الوزراء، وهذا الارتباط من شأنه أن يوفر كل الظروف الممكنة اللي ممكن أن تعمل عليها الحكومة لدعم القطاع الخاص وبالتالي يكون جاذب. اليوم أكو نهضة مشاريع في العراق، وأتحدث خاصة عن العاصمة بغداد، ممكن إدراج هسه الأيدي العاطلة عن العمل في هذه المشاريع أو افتتاح مثلا مصانع أو غير أمور لزج هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل في هذه المشاريع؟ ممتاز جدا، هذا سؤال في غاية الأهمية بصراحة. يعني الآن إذا نتحدث عن العاصمة بغداد، يعني ذات 9 ملايين نسمة، ما تشهده الآن من مشاريع، أنا أكاد أجزم أنه هذه المشاريع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، وحقيقة الكثير من الشباب اللي كانوا يبحثون عن فرص عمل اليوم توفرت لهم مثل هذه الأعمال في هذه المشاريع. طبعا هذه المشاريع ستستمر، ليس فقط يعني هذه الحزمة الأولى، ستكون حزمة ثانية وستكون مشاريع أخرى. بغداد بشكل عام ستتحول إلى ورشة عمل، هذه ورشة العمل في كل الجوانب، في السكن، هناك مدن سكنية جديدة هذه راح توفر مئات الآلاف من فرص العمل، في مجال النقل وفك الاختناقات المرورية، في مجال الصحة وبناء المستشفيات وبناء المدارس والمصانع وغيرها. حقيقة أقول العراق مقبل على تغيير كبير جدا، تغيير إيجابي كبير جدا في مجال العمل في مختلف القطاعات. يعني إذا نتحدث عن قطاع السكن يعتبر أكبر محرك لقطاعات العمل الأخرى، لأنه يحتاج أيدي عاملة، يحتاج أيدي عاملة كثيرة ويحرك قطاعات أخرى، يعني لأنه هو كما يسمى هو من القطاعات كثيفة العمالة، يحرك من الأمام ومن الخلف، يعني بالنتيجة يحرك كثير من الفعاليات التنموية الاقتصادية. زين، أكو موضوع جدا شائك ومربك اليوم للشاب أو الفتاة العراقي ولكل العراقي، ملف العمالة الأجنبية. اليوم ليش إحنا نجيب عمال أجانب وإحنا عندنا هلقد أيدي عاطلة عن العمل؟ شنو الفكرة؟
هذه بصراحه واحده من المشاكل اللي نواجهها الان. واكو الان عمل مهم جدا وكبير من قبل الجهات ذات العلاقه، وزاره العمل، وزاره الداخليه، جهات اخرى، لضبط ايقاع قضيه يعني العماله الاجنبيه. ولكن اكو مقاربه او مفارقه خلي اسميها، اذا حسبنا عدد الايدي العامله الاجنبيه الموجوده بالعراق راح نلقيها تساوي عدد العاطلين الموجودين عندنا في العراق. بمعنى انه هذه العماله الاجنبيه فعلا استحوذت على فرص العمل اللي ممكن يشغلها الشباب، ولكن لماذا يعني استحوذت على هذه الفرص العمل؟ اكو اسباب كثيره. اولا انه العماله الاجنبيه هي ارخص من العماله العراقيه. اثنين، كثير من الشباب العراقيين ربما بعض الاعمال غير مستعدين لممارستها، بالنتيجه انسحابه من العمل، راح يضطر صاحب العمل الى الاستيراد عمله. والله استاذ عبد الزهراء، انا اقول هذه اسباب، ولكن هي موجوده بالفعل. انا اتحدث عنها مبنيه على اساس متابعات وقراءات ومسوح ميدانيه. بس اليوم ادري الشباب، يعني اليوم انت من تدخل مول او تدخل بعض الاسواق تلقاه سوري، تلقاه نيجيري، تلقاه بنغلاديشي، هذا صحيح، وهذا تلقى سبب لبناني. هذا سبب رخص العماله طيب. الاجنبيه، وعدم وجود يعني كوابح او خلينا نسميها اجراءات تنظيم لهذا الموضوع. راح يصير اجراء بصراحه، راح يصير اجراء، ويمكن تتابعون يوميا تسفير يعني اعداد من هؤلاء العماله اللي بداوا يدخلون بشكل غير رسمي. هذه المشكله، اكو مشكله اخرى ترتبط بالجانب الامني القومي للبلد. قسم منهم بداوا يدخلون يعني بصيغ مختلفه، يعني تهريب تسريب، ما اعرف صراحه شلون يدخلون. ولذلك الان اكو اجراءات لضبط ايقاع هذه العمليه يوميا. هناك يعني الجهات المختصه، طبعا هذا الملف هو لدى جهات اخرى مو لدى وزاره التخطيط، ولكن قدر ما لدي المعلومات انه هناك اجراءات من قبل الجهات المعنيه لتقنين وجود هؤلاء، تقليل عدد هؤلاء العمالة الموجودين، نقتصرها فقط على الأيدي الماهرة اللي نفتقرها احنا. يعني مو يعني نحتاج احنا عمالة أجنبية، ولكن اللي نفتقرها من التخصصات اللي ما موجودة عندنا. احنا نحتاج ورش تدريبية. هسه اليوم احنا ممكن الورشات التدريبية اللي حضرتك تقولها والاختصاصات تكون نادرة، بس اليوم انت تشوف اليوم المواطن العراقي عاطل عن العمل وكل شغل ما عنده، وناقم على وضعه، وناقم على الحكومة، وناقم على عائلته، ويشوف البنغلاديشي والسوري يشتغل بالمول وبأحسن حال. زين، ما هاي هم مفارقة راح تصنع ممكن من هذا الشاب إنسان ناقم وما يريد عمل وما يريد تطور، وممكن يكون عرضة للجريمة أيضا يا أستاذ. أكو قضية أخرى وقصة أخرى نشتغل عليها بصراحة، أشرتيها الآن ضمنا، هي قضية المهارات، مهارات الشباب العراقي. يعني احنا وقت المشكلات اللي يواجهها الشاب العراقي يتخرج من الجامعة وهو لا يتوافر على مهارات اللي تمكنه من اقتناص فرص العمل المتاحة في سوق العمل. زي. الآن يعني بالتنسيق مع وزارة التربية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بدينا نحط يعني مسارات وسياسات لأن يكون هناك يعني عمل على تنمية مهارات الطالب خلال مرحلة الدراسة، حتى من يتخرج من الجامعة يكون مسلح بمهارات. موضوع مو موضوع مهارات، هسه أنا اللي دا أتحدث عنه أمور بسيطة. ورشات خياطة لتعليم البنات، ورشات مصانع بسيطة، هذه معمول مشاريع فرح عزيزتي، لكن ما تتحقق في شيء يعني على أرض الواقع. يعني هذه قضايا سياسات إجرائية بصراحة، يعني ترتبط بجهات أخرى، يمكن ما عندي تفاصيل بيها، بس أنا اللي أعرفه أن وزارة العمل لديها مثل هذه الورش العمل الكثيرة جدا، تدريب الشباب حتى، وأيضا منحهم قروض لفتح مشاريع مدرة للدخل، وإن كانت مشاريع بسيطة صغيرة بقروض ميسرة. هذه يعني هذا وآلاف، يعني أتحدث لك عن آلاف الشباب في سنة، يعني في سنة سابقة كان هناك حوالي 15 ألف شاب حصلوا على قروض من وزارة العمل. هؤلاء ذهبوا إلى إنشاء مشاريع، يعني كان يكون صالون حلاقة، كان يكون محل خياطة، محل تصليح إلى آخره، وفعلا بدأوا يبنون نفسهم وقاموا يشغلوا ويا شباب آخرين. يعني من واحد صاروا خمسة، وصار مشروع يعني صغير، وهذا يعني هذا معمول به. ولكن تدرين احنا عندنا هذه الزيادة السكانية سنويا، احنا العراق يزيد مليون، اكثر من مليون نسمة، فاكو تراكم عندنا تراكم بهذا الجانب، اكو تراكم ودنزيد تراكمات بالعمالة الاجنبية. هسه حضرتك قلت العاطلين عددهم يساوي عدد العمالة الاجنبية في العراق، هذا مؤشر مخيف.
لكن سؤال لحضرتك شلون نقدر نضبط؟ مخيف ولكن اكو علاج الان، اكو علاج لهذا المؤشر، اكو علاجات وان شاء الله نشوف اثرها وراح نلمس هذه العلاجات في فتره قريبه مقبله يعني. طيب اليوم شلون نقدر نضبط ايقاع القطاع الخاص وشلون نقدر نضبط ايقاع العماله الاجنبيه؟ هسه حضرتك بدك تقول لي احنا بدينا ايش قد نقدر نتخلص من نسبه العماله بعد كم من الوقت؟ اكو نقطه مهمه جدا في جانب القطاع الخاص، احنا اذا نتحدث اليوم عن 4 ملايين موظف يعملون في الحكومه، لدينا ضعف هذا العدد يعملون في القطاع الخاص، يعني نتحدث عن 8 ملايين او اكثر من 8 ملايين يعملون في القطاع الخاص. ولكن المشكل انه النسبه الاغلب من هؤلاء ال 8 ملايين هم غير مضمونين، ما زالوا يعني خارج نظام الحمايه في القطاع الخاص اللي يتمتع بها القطاع الحكومي. لهذا احنا انا ذكرت في بدايه يعني الموضوع مشكلتنا بس اليوم التقاعد او الضمان اللي موجود على الراتب، يعني لو هسه هذه النقطه فعلت اليوم المواطن ما يريد يروح للتعيينات، يقول لك انا عادي اروح للقطاع الخاص. طبعا هذه نقطه في غايه الاهميه، يعني انا ذكرت هذا الموضوع، العامل الابرز في يعني في انه تكون الوظيفه الحكوميه جاذبه والوظيفه القطاع الخاص طارده هو وجود ضمانات في هذه وعدم وجود ضمانات في الثانيه. ولذلك اذا توفرت هذه الضمانات واللي جار العمل على توفيرها بشكل حقيقي وجاد، وهذا القانون دخل حيز التنفيذ منذ بدايه هذه السنه 2024، قانون الحمايه والضمان الاجتماعي دخل حيز التنفيذ، وفعلا وزاره العمل بدات تستقبل اعداد كثيره من الشباب العاملين بالقطاع الخاص حتى يسجلون كاستقطاعات تقاعديه حتى يكونون مضمونين. ووزارة العمل تعلن، سنتحدث عن وزارة العمل وكأنه ناطق باسمها، ولكن لأنه الموضوع يخصهم وهم أكيد تفاصيل عندهم كثيرة، ولكن يجب أن نشير إلى جهود الآخرين في هذا الجانب. أكيد. وزارة العمل تبذل جهود كبيرة حقيقة في هذا الجانب حتى تنظم الوضع وضع العمالة في القطاع الخاص. أغلب الشباب يتابعون حلقتنا لهذا اليوم وهم متلهفين لما حضرتك تتفضل به من هذه الحلول، شنو رسالتك اليوم للشباب اللي يردون تعيين وهم عانوا من خيبة أمل كبيرة عندما قال رئيس الوزراء ماكو تعيين؟ يعني بصراحة بالعكس هي هذه مو خيبة أمل، إنما هو يعني هذه هي الحقيقة. وبالنتيجة بأي حال من الأحوال لا يمكن لأي دولة في العالم مهما كانت إمكاناتها الاقتصادية أن تستوعب كل شبابها في مؤسسات الحكومية، وأنا قلت أنه العراق يعد واحد من أعلى البلدان توظيفا في مؤسسات الحكومة. القطاع الخاص بصراحة الأفق بي أوسع، ممكن للشاب في القطاع الخاص أن يكون لكيان مختلف عن وجوده في الوظيفة الحكومية. الوظيفة الحكومية يعني يبقى يعني تحولاتها بس اكو بها تقاعد واكو بها ضمان وما ممكن رب العمل بالوظيفه الحكوميه يطرد الموظف. هو المشكله وهي القضيه ليست في التقاعد، انا يعني اوكي لدي تقاعد بعد 30 سنه من الخدمه، ولكن سولفي لي على هذا الراتب اللي اتقاضاه من الوظيفه الحكوميه، هل يلبي متطلباتي؟ تعلمين انه اكو تقريبا 50% من موظفي الدوله هم صحيح. تحت خط الفقر، لانه راتبهم، لذلك الحكومه اتخذت قرار بزياده يعني بمنح الدرجات الوظيفيه الدنيا 50% حتى صحيح. حتى ترفعهم فوق مستوى الفقر، وبالتالي هذا الراتب اللي ياخذ موظف الدوله ما يسد متطلبات حياته. بالمقابل موظف يعني او عامل القطاع الخاص ياخذ ضعف هذا ويعيش برخاء افضل، فالقطاع الخاص هو الفرصه الذهبيه الابرز للشباب. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الزهر الهنداوي المتحدث باسم وزاره التخطيط، شكرا نورتنا جزيلا. في حلقه اليوم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات ان شاء الله. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. كتب الإمام السستاني يعلن أن يوم غد هو أول أيام شهر رمضان المبارك. الشيخ همام حمودي يؤكد بأن نجاح الحكومة يفرض دعمها وإعادة الثقة بالمشروع السياسي. السوداني يوجه فريق الجهد الخدمي بالتركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقرا. هيئة النزاهة تعلن صدور أمر قبض وتفتيش جديد بحق وزير النقل الأسبق. وأخيرا قائد عمليات بغداد يعلن عن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين أجواء شهر رمضان وعلى مدار 24 ساعة. حصادنا لهذا اليوم انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.